قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. نزهم أهل السنة والجماعة بقرآن بسنة هنا بعلموات ملوسة من منت سلسحبوش يتنقروا تنترفات وشنا يدرجة بالجاء وشن آمنوا يكبلالو سلزي انتي هزم بلو بسميت بجاء وين براسات شوتن بايا دلما أكاليكا كالي بلتالي ميلوت نقرقن بقرآن بسنة هنا بمنالة بإجمع يترققطوتن يرققط قالو فضائل جمع فضيلة يعني لسو ترو ملاي هنا ترفاتنا قدلنا مالتنا مراتب سيبال دمو للوتشون كنزيه قارا وين دمو إرس برسنا مساكرات شونا سنة نتصرات شو يميرات شون بلجان بلجان بتملكتا أهل السنة بلجان ياو عندي هو زنبلو لما صدق ويس لذي لما وراتها السوائد اللي بقول أنا بحث في نسا أو نتاسل هنا أنا كبتوا شوال عندي هنا ما لا تكلك كريبة التعليمي لو عندها سأل ما ورد رأي دلهم جن بقول أنا بحديث في توس ونتاوج ما قرب ندلوا الناس لما قبل قد تاسلنا ولا تنيودك مو يالو تن الناس أو نتاوج يمي تسو يمي كرنو يمي واشو يبدع عن جاوج سلالون ين أنت أميز أنت مالتنا. طيب تعالى بلجان ويمدقمو نسجر الأسماء الكتب لأنه كي ميكبونا قر بقل لسب درجة يمينور بلجال أكاليك أكالي بلتال يميلون لمستالي ودفيت اندامنا أو أهل السنة رقاقت على أبو بكر كولي بلتال كزي عمر ويمدقمو اندى مجموعة النزيه مراسات شو أسرو تشكري لوتشي بلتالو كالنسو قتلو أن أكالي تبالي قل لسال كل سنة ويم دقمو بتكلو زيه زي ما تعالي تساتهوث كان نزيه بلتالو تابلو لي قلت إيش لال اندازيهم صحابوشن أسمال كتو هلوم صحابي زيه لي بتكلو بتاسهم بنفس وكف صحابي قال هنا كزيه نيوتو لدبوها لا كمدتو قل لسابوش يتشال بلتالو يميلونم يامنالو قل سونا ناتشالو لا بقل لساب درجة يمينور إن شاء الله كصحابوش كاربة يازر راسو إنه يوالن قل صحابوت سنة ليلوتشن سنة الناس أصغر كملت تنيا وقاري توسنة جزينيا سلفة عند صحابي كسبوها لا كمدة ليلة مالت تابعين لهون شلال ويم كليلوتش مجرى شاكاي كمدة طول الدوش لهون شلال كيلا عند قلة سبقرة سنة أصغر صحابي يبلتال لمن راسون يتعالى يما يقني بالجالوس يما يدرس بث ما كده من كالمول كزيابوها لا يمدة وقلة سب بسرا كسوية بلتة بزو بيتا قاراسو كما قال الإمام أحمد ما نم بهون على الإمام أحمد كصاج كصحابوش بهلا يمتى هلو كان سجارة استكاكلم ولو لقي الله بجميع الأعمال صاج هلو نم الكام سرح هلو سرتم بهون بفصل من درس بات شو أجلم إلزام طيب هي أبزاني وش أنا ما أتقوهم نو زهلي عندي من نسات إياك النور سلام من تني عليه الصلاة والسلام بهون أجت أميلي إن من ورائكم أيام الصبر بالو بتحديث له كنا انتهوا لا مالت ودفيت يميمتا صبر يمياس بلقبت قزي ألا بلو يتنبي وتنبي ألا يعني أسم الكتوب ملك تنياتين عليه الصلاة والسلام من نبري ألوت اللي متمسكي منكم أو من هؤلاء بما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم ألو اللي متمسكي بما أنتم عليه اليوم من هؤلاء مالتنا يتمسكين يومئذ بما أنتم عليه اليوم أجر 50 زارين ننتي الله تشبتن أتبقوا يا زالوا أتوا لصحابك ننتي الله تشبتن أينت تقاتن صنات نورت دينو لي يسأل ناسو من يغنيال أجر 50 يننتن يأكل 50 يغنيال لال صحابك اليوم يو الناس وزن دي تاوك أو نتال لسو من دنو صحابك كيروش النبي بلتون منا أو منهم هلو مالت ينسون هم ساتفنا كان نسو زمن بزا زمن كالو تسليلو السواج أنسار هم ساتفنا ويس كان يهم ساتفنا بل منكم علاجو كان نانت هم ساتف علاجو هيكا هون كتكسنا اونا تقاري قاجل ويكتب على من لا شوي قاجلنا لمن مكنياتهم عندنا بزي حديث لامل التنيو عليه الصلاة والسلام سلا بلج على ورو سلا أجرن يا ورو سلا من دان يا ورو قبطوا تشالا دلا هلا تنيا دقمو بهونا رئيس لي بهونا وسن قوننا قد داي بلجا
يهونا أكل نورا ومالت ملو بلجع نورا ومالت هذا بلجع سيبال فضل سيبال بزو قنوش تايتانو بزو بلجعني مياس كتلو ليلوش مقلت عوش تستولونو يهي مقلت عونجي بان دي ترأس بلجع دل تبستو حالي ميتو سووش يعني ملك تنياو زند وحي سلمي ورد ساتشو وحي وردو اللاتشو يعني نسون صحابوش يمي أسألنا نقر سليم ناقر وكزي كزي هنصار النازي سوح دمو يمي أتناك خلاتشو ناقر سلالي إلا مالكا مستمجر شو زمن يمي تسوح اندازي وحي يورد يمي أتناك خلاتشو يمي أبرتاتشو ناقر عبراتشو سلالي إلا الزيه لاي بلجا تسدتاتشو مالتم أجراتشو بزا مالتم بلجا من لو زيه هننا من داتشو اتف درب هنا اللاتشو يا مالتكن تقلب بلجا عني أسرت على مالت هدل لازي ولدتون هنا توج ملايات يجدي هنا المالتنا. طيب هنا كتنا كالهن زند شيخ الإسلام الزيلي كمراتب أنصار بتقلو صحابوتشن بتملكته من أينة مصر جوتشن تمركزان من أينة بالجوتشن لمن الراقد سياسة فرومي لالو قال فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل قدم دالكو هاتشو كفتح بفيت وجنزبون لله بلا وجه أدركو يتعجلن كذابوا حالا جنزبون وجه أدركو كتعجلة يسبل تعلو قلت هذا القرآن لا يبقى قلت هذا كسم على هي من يميات ترى ترنا يميا ولا تدل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قلت أنا السنين قال وكل وعد الله الحسنى كلنا من الله سبحانه وتعالى ملك من قرن قال قبط الله تعالى عندك الى يبلط المالث الى يتبلط او شجر استنا مالث ايدل مال انذي بملكام غودانا لاي نو مشكر ادموت عنده مطفو عنده طرو هون ايدل من يالو زيه لاي في جمله معترضه شيخ الاسلام وهو صلح الحديبيه فتح تبالو يا حديبيه سممنت نو يا حديبيه سممنت ياو حديبيه تبالا بوتا لاي مكه كلل أتقبل يالله الزاتو لا يتدرج اسم من نسله هنا بس الدستانيو أمته هجرة لا من الثانيو عليه الصلاة والسلام عمره لما أدرك به دبت نزه كهدي عنقل أي لعمران بهن بفصم الناس قباتهم بلو كل كلواتهم نبدره إنها كزا قارة بتيازة يتدرج اسم من نثنو ميقر ماتو يسم من نتو قوله ملكت مسلموت يتبدلوا ياسم السلال نقرقن ملك تنيو عليه الصلاة والسلام الله وحبا ورلاته مسارته هنا اسم من نتقبله ونبر كذاب وهالا إسلام يبلد تسراجع إسلام بمن دون تسراجع بسيف يلوهال سيفكو قاريتا سينور بتشالة معنى ساتنا انجي بثك الإسلام يبلد تسراجع وكو بسلام نبر حدوية سمنة سدستان يومة تجرى لهم بيات شوالا للا سنتن دنبرو فاك الله شو إذا سمنة لاي يوم قديتها تدركو بات شون يهيدوت مالتنا قلن الشي بلو يهيدوت صحابوك شيء أمس متوا أكابينا ودفيت النية ولا نمتين يوم تكسفت شيارات متوا شيء أمس متوا يا شيارات متوا علوت شيارات متوا من عملين يا كسرن ترفون سايكو ترفون سلام ما أسفل لك شيء أمس متوا علوت دك ما موال توتنا قدر لك ترن دايون هني هلا بر كسم تعمت بحال مالتنا يعني أسترامت مكة قوي ثوالا دلهم كذا ولا سد استعمت دم ربت سنتونة أسرع سد استعمت مكة سنت عمت نقويت ها؟ أسرع سوست عمت عندي أوم مال الله أسرعين منهم مال الله أسرع سوست عمت أسرع سوست الناس الدس سنت أسرع زت أين عمت كبكو عيد الله؟ طيب يسم من التفرمة يسلام سم من نتنا بقريش وشنا بمسلم وش مكة كلمة كهولت عمت بوهلا النزاك القدارة كون سلاف الرسو مسلم وش مكان تكو تدر مكان سيكو تدر سنت نبرو تكالاتش أسر شي نبرو دولة تعمت ليونت بيتش أسر شي هون بس راز دنيا متكن شي من عمل نبرو إيه هلو نمع لتاد اللهم سيتو اتشن لجو اتشن النايا التكاسات تفوتن هلو تعمري ما لتاد كن هلو ملاين دا زامل تشلال الزي ملاين لسات تفعل الزي ملاين لسات تفعل قل ليونت وقلتنا المهم هو صلح الحديبية هي لوت فتح إيه نو يتشالوا أقوى من منكم أبزان يوتش علموتش فتح ميلوت فتح مكان بزوتشو علموتش مرتاكم فتح مكان الزهن يوم قصلي مالتينه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يمي لولا نقولك إن فتحنا لك فتحا مبينا يمي لون أسم الكتو أصلا كفتح مكة بفتح وردنا
أسكدم الله سبحانه وتعالى إهنني أورد الله جاني له أن يهي تفلقبت صلح الحديبية عنده هنا إمي أسايو زقبت سكوة البراء ابن عازب لمسالي الصحابي من إلال أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن كنا نعده صلح الحديبية يا إلال إن أنت فتح مكة بلا ما أنه فتح ميلون بثكل وأنه مكة فتدلي متلت يمكان مكة فتنوال أن يدلي من اللي نبره صلح الحديبية نبر إلال هذا في الصحيح. وكذلك قال جابر بن عبد الله وليلوتشم سعوتشم من دين اثنين قرن الله تشو تورطال مالتنا سلازي إهن البلج على مسالي قرآن عليه السلام أنتان نكبلوا على مالتنا. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار مهاجروتشن كأنصاروتش أسكتمال مهاجروتش بتك الليجيتا هون الزهلاء مهاجروتش كأنصاروتش يبلت بلج على الله توسيبال بتك الليجالزان بقلسب بنفسه كف من البات من الأنصار كأنصاروتش عند صحابي كليلة عند مهاجر يبلت على الليبالش لال ليبلتش لال الله زعمت مالتنا قمت تقلب بلجاء من اللي متمركزنا ميهنا راسه مقلج أبهرات شو راسه نيشالة عند بلجانا من دونه مقلج أبهرات مهاجرنا يميل ترقوم عندنا سدتنا يعملك ثايلة قدام من دانه أقرات شون يدق قبتنا أقرات شون نبرة شون عندنا دي بيتسوى شون امتلو ودي رسول صلى الله عليه وسلم لا الله بلي تسددونا شو هيك ألا نقرأ يدلا مننا هي الدلا من الطوال مالتنا مسدد مكالة ودي ملتنا مسدد لنا ولا يلا مسدد كل يدلا. طيب أن مهاجروش كأنصاروش اللي يبلتو يعني من خلاف اللي بدر سنو هنا نميان ملاكتهم بركاتا مصر الدعوة شهلو لزهنو كما اكتنيو هلفت بهالا أمير سمرت أو بكر يتمرت وبت عنده مكنياتي هنا كمهاجروش سلوهونونا ولتنين دمو قريش وشن سلوهون سوات شي بلا متزوات ونسون سلوهونا بميلنا مالتنا ملتنيو مهن النقر أسك أدمو تنبيونا برنا مالتنا. قالوا ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عند زيهم أهل السنة أهل بدر أسملكتو ملتني عليه الصلاة والسلام مثل أقروا تنمؤلتك كبال الله مالتنا أهل بدر مالت سي بدر زمشان يتساتفون عجو يه يمجمروا تلكم ملتني يتساتفوا بات زمشان كزافت سرية تكستوا ليهون جلال قل مجمرة ملتني يتساتفوا بات زمشا يا بدر زمان بدر مالت بمكانه بمدينة مكاكلي على بوتانه بمسارات يا بوتا سمنه ببوتا وليك سلطة كستنا يهدك مو تلك فتح نبر تلك دل نبر كصحابوش ودا أسرار التكاوير بجان نبر يموتوت ككاهدي عنقن سبا موتو سبا تماركو نبر يه تلك فتح نبر يزاني زي مالتنا لازي هدك مو ملتني عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى تلك شروطان عند صدق الله جينا قرالو وكانوا 310 300 أسرى من أمن نبر 300 أسرى من أمن نبر يبدر تساتا في وجه كوتر مالذ يبدر تساتا في وجه كوتر الله من بلوات شوال يعملوا ما شئتم ملتن يون داستر اللفون هين قرآن هذا حديث إلهي قدسي الله يعملوا ما شئتم يفلقات وتنصروا فقد غفرت لكم اني مري الله جوال بلوات جوال هينو الله يود فيتون مسلم ياوك ينسو مان النسلم يردى عفوا مسلم ياوك من بلوال رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضا يتعلق بالمعال بيات جوال سلازي بزيه ملكو يابسرات جوال مالتنا قلت انا هينو من التنيع عليه الصلاة والسلام يتناكروا ياو في قصة حاطب من أبي بلتع عنه حاطب ابن أبي بلتع مكة وسط بيتسوش نبرت جنسو قرشيا نبر كيلا أبو ثامتو مكة يسفر أسنو نبر زا ينبرتم بيتسوش إمي أستبق قلتنا لنسو كلا لا إمي ستولت ليلوش سوش نبرت ندريلو السحابو تشاد اللهم مال سلزيه هنا ولتا ويلا تشو بيتسوش ندينا كبين لا ترك بميل تنستو يا مسلموشن يطور قوزونا ميستر أن أكره ميقالت دبدابي وده كهديانو لك قلنا ألد الرسم يو بوحيا ما كان نتاوكو من التنين ونجاز عدرقات إيه قم تلك تفاتن هذا من امترتر إليه لو تلك تفاتن يعني هي بزاري قلس عمالتنا
ثورنا بسراويت الزمتشالي هي نحن قرسي كسرت الخيانة هن عظمى يميلتنا تلك يا جار كهدت ما متقبل الترى يمشي النجار وادل تلك تفعتنا بريتف نجار كنا من التنياوس يا استروت ما جمريا رمجاني وصل بثلا درجون ما حملك على هذا من دنون دي نتادر قدر رجاهرت أهون الكوتشوم أبرا رجل سلطة أني الله دلنا دمي ستان النا قال جد بك أولت على سر الله شون أزالوتن بتسويتشن لأنك بين ما دركنا نزك هريان على بيلو صاحب وجهه هنا زمدنا الله شون أنا زمدنا اللي كما كسوش كار زابت كان برنجي من ورالج بزيك زي ما تنيا أو أنت أنا قرال زم بلوت على كن لديني ميكورك أرض عمر يالو على شانه من على عمر ثواني ناندي أنقطوا اللي كلا وسيف على شو ملتنيا من علوت ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من أسوق الله من البات كل بدر تساتا في وجه زم بكبلو أيتواتشو يفلقاتو تنصرو أني مري اللاتشو هلو بيلاتشو من توقع اللالوت لبالي قدمون تلك ونال خيانة عظمى صرتو يبدر تساتا في سلوهنا يكرب الوتل مالتانيا تسأموك ألا لايد اللام مالتنا تروفاتوك ألا لايد اللام مالتنا وانجلنا من مياسمر ملكام سراسر طوال مالتنا إن الحسنات يثمن السيئات يميرو قلنا من ملكتك هنا من باب أولادك والنصون من ملكت على إذن قلتنا بزيه كزي عمر غورقت عيناه وقال الله ورسوله أعلم الله نملتني بلتي أكعلو قالوا مالتنا عمر للام حديث لي في الصحيح جبريل عليه السلام ودى ملتني ومتونا من أو ما تعدون أهل بدر فيكم على أهل بدر ننتزل نديس نمت كوت رات شالات يعني من خيار المسلمين أو من أفضل المسلمين على كمسلمين تقولوا تعال لا كم يبالون من كوت رات شو قالوا تسمعك تانية من على شو جبريل وكذلك من شهد بدر من الملائكة على شو ملائكة وشم بدر لا يتسعت وسم ملائكة وشم ملائكة وشم دينه درجات شال نمن الله ملائكة وشم لكون برايزان يتسعت فو طيب ليهن الناس قالوا قلتنا قال وبأنه لا يدخل النار يعني أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام مالتنا نائهن كان جبون يقربوا حديث لي حديث بلو بيت رام مالتنا قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة بس يا زافسر لما التنيو قال كده أني جبا أندم أسات عندما جبا من يدر قالوا يامنا له يؤمنون مالتنا أهل السنة لمن هي حديث لي تتكسر ونتاسرهن ما التنيو ليه بلوال كما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر وغيره من علو لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة زاهو سر يتدرقوا قال كدان من دنه رأسه يا حديبية سمنة لا يتدرقون حديبية سمنة لا يتدرقون الصنع اسم الكتم الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يا لجو فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا طيب يام هنا بث مكنيات النزه مسلموش ودزاسي هيدو لتورنات تزاقايتو النبرم تورنات هاسبو ما النبرم عمر عدرقو يوم مالات بيتشانا رجم قزي لبزو عمتات سلالة درقو مهيد فلقو الزيا مكة لا يسفروت سووش قل انبيالواتو الناس كبام مالاتو تامين لسوالاتو انديوم تورنات لكست درسة انا لا سمنتنا هيدو كنا سوغارا لما ويتنا لما الدرادر عمران قبعنا أنت تدرادر سيلو عيني إن مالك اللي ينشلالو أني عندي هنا تبزبيت سمنا من يميت أبك أني تلا لي مسات أني سوي اللهم عثمان بالله كشلال تبالة هولم تسمع معنا عثمان تلا عثمان الزقب كذا هنا يتكلل هنا وريته سراج عثمان تقدل ويميل وريسم سلازين يسويش كطرنتني أستبوت مالتنا ولنا هولم اسكمن مدرس كان تانششم بلو الجاتشون يملتني وجل أدركو عربوش يدركون ده نبرو قال جب يعني إن قال سيجابو يه كرتين النت يمياس أيام كملتني وجر لما موتم بهون زق الجنت عند الله تشو يمياس أيام لباتوس من هالإيمان ولا سرسان قلتنا إن يا عثمان ده مو من باب أول عثمان مبايع على دركو ثمن دنا مستجبت ولا ساتشونا شو أنا ساتشون متوسلة تبالا من اليوم يهو اللي يتنسى المهم التنيو عندهم سو عنده زه مبايعة قال كده اللي تفتفه له ساتها يا جبر ما بفس كل سنة قال كما أخبر النبي به النبي صلى الله عليه وسلم التنيو يتنجر وتلال طيب قال بل قد رضي الله عنهم أو رضي عنهم ورضوا عنهم
يلكونهم من دياهم إنكم أنسات اللي جابوا يكرنا الله سرتشون ودوا تقبلوا الله تشون بكى رضا يمايك أيرهنا وديتها لك سواتشون ورضوا عنه النسوم يا الله من دا بوديتها نم يقبلوت من دا ونم بجاسهم تأسزاتهم من دزيه قال وكانوا أكثر من 1400 كأن شعرات ما توي ميبزون أبدر كده من ذلك عندنا زكوات لي شعرات ما تو عندنا دوتشو شامس ما تو عندنا دوتشو لا شعرات ما تو منعمل تبلو تجمع ربتها فزكى بشعرات ما تو لنا بشامس ما تو مككل نبرك وطرات شو مالتنا طيب أنا نزيل الناس تقول ببودن درجة ويمدمو بس بدرجة يثنيو تونا تشو بالجاي لا تشو كتب على عندنا دوتشو كده متكتلوش لي على مواجهة مالي توصلنا وتلاقي زك بال بقولهم سمنت إلا من شذ من هؤلاء بقولهم سمنت العشرة المبشرون يبلتالو بأندك قد أمي ملتنيو سماتون ترتو يجنة اندهون يبسر واتو أسروا صحابوك درجاتو يبلتال كنسو قتلو كسروا قتلو عندندوك يبدر سووكين يسكتلالو مؤلفون دادر رقوت مالتنو بتقلو قلسو لن مالت بالجامعة تكلوا سجلتوا كفتح بفيتي نبروث كذا بوهلا كلمات بدي بالتالي ميلون نجار قلتوا هناك كذا نجارون يات أببوت هيدال المهم كلهم يالله نجار نرجع قلنا كبدر سويش بوهلا لمو بزول الموج يأحد سويش وحد لا يتساتف وثني لالو أبزاني في صحابوش اللي بقول بزول لا يتساتفون كي لا يتساتف كي لا يتساتف سبا عندنا دو صحابة كلهم لا يتساتفون قري يسون قري أسبت قبضات شهر قن يتساتفن لا يتساتفن بتكلوا سناب بلالت مالتهم كذاك أحد بوهالا الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان يبالر لمن قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بل الله سبحانه وتعالى بزيت نسى رضوان وإما يكير بديتهم للقصة جسلا قلس ألا المعلن أنا نعلموك كأحد بفيت بيعة الرضوان الناس قدمها المهم بزيه ملكون ديه ميكتر يهونا ليه التكل قلس أنا طيب يقول ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة عندما أهل السنة من التنية عليه الصلاة والسلام بقلت لما سكروا لتهل بجنة ما سكر له جنة دمي قبال لما سكروا لتهل بنفسه كمفهم ليت وكالي بلو ما سكروا لتك وأنا أهل السنة من دزيه يساكيون ما سكروا لتك قال لنا حريث تكتلوا ما سكروا لتهل مالت عندما لما السالي عند أسروا مالتنا الزيه لي جنة مسكاري أسمى الكتو أصلوا أهل السنة زند من يهونم قلسب من يهون من قلس هنا ويا قرآن ويا حديث ما سرجع جنة لم يقبع كالتك وما بستكر أكلي جنة نوبلو من ناقر كل كلنا هذا قول أهل السنة هذا الأصل لكن إهنن كتكبلوا وهلاك من أهل السنة بدأم تكيت مبالو كزيه بلاي كفعلوا نقروشني يجأمروا له لمثالي حزب المسلمين بدك عليه يمي ودونا بملكام يمي وساو كل زن تودا جنة يعترفك هنا يهمي جنة مهون ما مسكري تشال اللالو من دنا ما سرجاتشن لمثالي في حديث عمر وغيره صحيحين يهون جنازة سيالف من التنيا وجبتها له سووتو ترو سيانسو سلزيه جنازة بالبيت ترونا قرن سياوسو وجبت هذا لأن يوم دعوا أسم الكتو أثنوا عليها شرا قال وجبت من دون تبلو تتيقوا وهلا من بلو من الأسم التنيا عليه الصلاة والسلام من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض بتريا وصلت وتكو هنا يجنتنا ميهون جنة قديتها هون لذا بمتى وصلت دعوا أسات قديتها هون لذا الكالو وهلا إن أنت بمدر لي الله مسكروش ناتشوهال كناتهم سووش ما أنهم سياس كدداتشو مؤمنوش ما لتينو سووش يبال كافر وادر مؤمنوش ما أنهم سياس كدداتشو بتكلو يهونا نسو كلهم يمي ودود كهونا سلسو ترون جي مدفوين ما ينسو كهونا الناسو بمدر لي الله مسكر ناتشو ما لت الله مسكر عسفل لقوم جن مسكر ناتشو تككلنو الله بسوك عدشو مسارتن يمسكروت كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس بلول عندي هالو قالو كزيان صار كين يزو عندنا دوتش أو أنك ليجنة ناتشوس كمان الدرسون كان أبو ثور
يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. يقول هذا قبل موت أحمد، بل هو مات قبله أبو ثور كأحمد بن حنبل وفي اثنين موتت. قال أحمد بهيوت يالو السو أحمد بن حنبل يجنة دون مسكر الله إلنا برر ليلوش من لزيو. قال نعم شيخ الإسلام وهذا أشبه بلهن أن ترجح ودما درك يا زنب بلال سوستا رتبوتا هن خلاف تقصو عندنا يوبو تالينو ونزكا يدرس هن يو يتشعلون بلو هن القول يمرتو يتنع القول كلهم يمسكر لك هنا يجنة ما بالو شكري لهم ميلانو. قال يتشعلوا أهل السنة ببزات بكتابو تشعلوا لهم يتكسوتنا لتنقاكم يميامت جهونا قولنا السم بقلة سب درجة اكالي يجنة نوسكالتا ولا درس اكالي يجنة نو أنلم صحابو تشنم يجمرا لهي نقكر كتابالا أو صحابو تشنا اسم الكتو يجنة اندهون يتمسكروا يتمسكر الله شو بقل درجة سماتو تتارتو يجنة اندهون يتمسكر الله شو قالو بزي عمل كون مسكر الله كزي عود تشكن ليلان صحابي اسم الكتو ياو سلسو خير النور لن حق ولا نطبق لن لكن يعني بتكل صعبو تجنتنا تشو ببال يا اسكيدال بقله سب درجه اكلي كلي ميلون كن اسم الكتو مقطبو يتشال يهونال معناتنا يغبا كزي بالله ليلا ثلاثه قول الله بزوم ما التقسنا وهذا مروي عن الاوزاعي ومحمد بن حنفيه وغيرهما من يلالو لا يشهد الا للانبياء لنبيات قالوا مستقر جنتنا تشو تبلو لمن ما يمسكرم يميل عينك اقوام الله كن هيك ما سرجوش غير يمسررنا بقول صلنا كلي جنتنا شو كتب على قرآن حديث ويكولت طاندو لي يمتانا قرن دا لما قبل يمي شكرا من مالتنا. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة ما ناتوا السروتشو السروتشو مالت أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد من الرساج سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح ينك عفظك قال لها الأدل أردتم توقع لها سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح كما في حقية ابن أبي داود. سعيد معنه سعيد بن زيد سعد معنه سعد بن أبي وقاص وابن عوف عبد الرحمن بن عوف وطلحة طلحة بن عبيد الله وعامر فهر أبو عبيدة أمين هذه الأمة والزبير ابن العوام قلت ما أدلم إن سدستو ما لثنا. طيب النزيه العشرة المبشرون بالجنة من بالوثنا من دنه كان سوت بجنة تبسر سلالي الليلة نون عيد الله من دنه سوى النزي مسلح كان سوت بجنة تبسر سلالي الليلة مسلح عيد الله النزيه بأند حديث لي بأند قطع ميم التنيو عليه الصلاة والسلام سمات شون أند بأند يتروا أسرونم يجنة دهنو سلام سكروا الله شونه كما عند الترمذي وغيره العشرة المبشرون بالجنة يميلون يتبعلوا تقبطوا شوال قلن كذا موت بينو شقات أمي وشلا يجنة دهونو يتمسكر لا تشون قلة سابوت شالو كسحابوت لم السالي ابن تيمية زلي توسنو تنتقسوا له قال كالعشرة بلو اندم السالي كافا كسفر بهلا كالعشرة بلو ما نجمر وكثابت بن قيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس ثابت بن قيس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبنا دمسو يقول لنا قلت له إن شك بلو سلمي وراء خطيب مسلوهن بخط دعاء وبزن مسلوهن الله سبحانه وتعالى سورة الحجرات لي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ملون أورد أن تحبط أعمال سراتوا داي تبس باتوا سيل سفرة بيتوا قبتوا كر سرعت بلاش طال مالتنا بلو مالتنا كذا مالت تانية مسجد يتوصلون جزيات سياتوت من هنا نبلو سيت أيكو كويني أستي أتقرر له لو لاندو صحابي ولا بيتو هيلو سيت أيك الصورة صن دفتو تشانقال ثابت مالتنا من هنا نسيلو أنا يساتنا نيالو ممكن ياتم يا مالت تانية واتقب استاتشو بالو بدم زين كفادر كنبرا سلازي يساتنا نيال قرآن لاي هين كادر رقاتشو سراتشون دايب بلاش باتشو بالماستان كاكاس لالا مالتنا السجن كبافيت أنقصوا صيور دبافيت ميادر جون كونوا صنديهم يلو سكتوا ملك تانيه هي ملك سيدر ساتشو من علوت هيدنا ودسو اذهب ليه وقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة علوت أنت يا سات صايد اللهم أنت يا جنة سو نه بلوم سكر ولت كذا إن ميارو صاحبنا في اللي في تاتن هو اللي يمنا يا جنة سو نبدري له بقى سيجوا هي يعلم النايا ونبدري له ليلا مسالي دقمو كاسفل لقى عبد الله بن سلام كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص
بلال عكاشة بن محصن ودع الله يجعلني منهم سيل أنت منهم على لثم جنة بجاء سيهون سو حساب مثلا ورب الجنة عندما يقول ما سكر لت ندزهم خديجة لم السالي نا عندن الإسلام لك أونت كاربا بلا سحاب وشنتك سؤال كاربا بلا سحاب وشنتك سؤال من البعض بنم بيتنا كزين بلا يلي درس عندما يشل يمسا يقول عندن وش ودا سبعة ما درس سؤال شوال لنا ما نتني بمكتل من إلال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر اندزهم أهل السنة والجماعة كعلي بن أبي طالب بتلايو من قدوش يتزقبلون بفتسهم ستات ويموشات لهم بمايش الملك يترقى قطعون زقبام يكبلالو من النوع علي بن أبي طالب من يلو نبر مالثنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر علي بن أبي طالب راسات يزي هزل مسلم كملك تنيا بوهلا بلاج أمانا أبو بكر قتلو عمر يلو نبر عندنا نبوت على شخص الإسلام تيمية كما في منهاج السنة منهاج السنة بلو كتابات شوليك كسمانيا بلاي منقد ندال لو هي زقابتنا قروال علي بن أبي طالب من يلو نبر عندهم بزيه رجل يتوسن وجنبروش يعني راسه جمره وصل نبره بك بك معلش جمره ساتو يكوت نبره حتى من ينبر لا يبلغني عن أحد أنه فضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حد المفتري أو جلد المفتري عند سو أن ينك أو بكرنا كعمر عندما بلت عند تناقر كدرسن السن يكت آفي قرفات قرفوا الله سال قرفال ثوما يكت آفي قرفات سنتنا نعم مالته هي قذف مبالو مالته قرآن لي مد سمعني أقرأ في قرف وعلو يهلا ياو كزي أقرأ سلو يمسال كتفت سلوانا يفتح شوالا دلا إهنا نميلون دانا برا ترقى قطعنا طيب زيه لي عند لنا وكي مقبان أقرأ لك كزي وفيت صحابو كما سبلا مبالا لتناس ملكتو واندان رسوتنا ستنا برا تكل رسوتنا تشابزان يو تكن بقل لسب درجة هلهم مسلمي هنا هلهم يرقق أو نتعل إلا من شذ من الروافق مالتنا كزه دين يودو بتعام يراكو يبدع نا يكفر عن جاوج قال هنا بستقر يمسمع مباتشو ونتعود شالو إما جمعي أو نتعام دلنا كهلو بالي بالجعال لو ما أنه أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة إيهن دقمو يمياسايو مسرد دوتم إندا مسرد جابو زناتو معنى هو مجمع عليه أبو بكر من التنياو ببزونا قروتي مرتوث نبرا إن أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا بلال كزاموج من التنياو مترش عليه يموت سيلو صلاة دي أسقد يمن رتوث معنى النو ساتو تعمو ما أسقد سيكتاج أبو بكر لذين أبو هالا يتوسنوت أبو بكر خليفة عندهن سيمرتوت ملو نبر رضيك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش لديننا أفنا نرضاك لدنيانا ملتنيا ولدينا اتشن يمرتو هون صالح لدنا اتشن المرتهم من دي لدين انكواني تمرتك هون كبلو نبر يمرت إيهن مياسا يحرس بتعم 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 بزناج حقيقة من ديه باترو من التقسيم يجلو الرسول عيدا لما لتين قلتنا عندهم حتى بملتنيا يهيوة الزمن كما عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر صحابته هنا يلون نبر تقلت ملك تنياو عندن زقبوش لي في غير الصحيحين أي سمو يزرقوا نبر من لال عمر ابن عمر عبد الله بن عمر من نبرو في صحيح البخاري على زقبانه كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت برسول الله عليه وسلم جزي صحابته نبر لا نبر عندنا أن نبر لال من أبو بكر قتلوا عمر قتلوا عثمان أن نبر لال كزيان تو نبر في بعض الروايات ثم نترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاضل بينهم للا زكاة لك دم الكوتش ملك تنيو إيا سمو يا زكوت نبرين زمي لالو قلت سنو لم نهي تو كان يكرن عنده عند هلت ما سرد جامي تكس لتادلم صحابوش ملك تنيو هنا يتابت لا يكت عمو سيايو سيملكت ويمي قنزبوت
كل تجعله نتاي هونال حتى سيت أيكوا ما إنه من أحب الناس إليك على وجهه سلسيته شيت أيكوا مسلاجه عمر بن عن سيت أيكاته من علو قال عائشة قال لا من الرجال قال أبوها أيك وندوش مالتي هنا وسلاجه عباد وعلوت أبو بكر الصديق مالتي قال ثم من قال عمر قتلوا سلاجه عمر إن هي على مكنيات هذا لما مالتي إن يهن أونتا اسم الكتو من أين توزقب لنور أجل مالتنا لذيه نو بذيه قد دايلاي من موزقب لله سلهونا عندي عقد أرسنا برسالف ويسند مالتنا كما يقول الإمام مالك بن أنس قال كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن صلفوج أو بكر وعمر المودد لك يا قرآن سورة دم يستمراتو نبر يستمراتو يجوتن بزي ملكو نبر يصدقواتو مالتنا قلتنا إهنن يمسرروا بزوال يعني كل جالونا ثم يمسرروا بزوال عندان دوتو بتعام دنبر يالفهلو عندان دوتو ያው ይሄንን እንደሚጻረሩ ከመሆናቸው ጋራ ከዚያ አልፎ ብዙ ላይ ሄዱ ይችላሉ እና ከዚያ አልፎ ብዙ የማይሄዱት ያው አሊን ከአቡበከርና ከዑመር የሚያስበልጡ ናቸው በደረጃሱ ይበልጣል ይላሉ ግን ያው ኺላፋቸው ኺላፋ ማለት ዘመነ መንግስታቸው ተከከለ ነው መጀመሪያ አቡበከር ነበር ኸሊፋ ቀጥሎ ዑመር ግን አሊ ይበልጣል በደረጃ የሚሏሉ እነዚህን የተወሰኑ ዑለማዎች ከሼክ ሰለም ተይሚያ ሀመሉ ይጠራቸዋል الشيعة المفضلة المفضلة اسم فاعل اسم مفعول مفضلة هذا مفضل الله تعالى من نفسه الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على الشيخين مالتنا يه بدعنا أو بدعنا تفاتنا أو تفاتنا مخالف للإجماع تلك تفاتنا جن يه بتشاون كفر لرجع درس قد يعذر قائله يهني ثنا قرصو ليلوش ما قسج أنا مكتاج عندي هون قطعت لي بيانة باتي شلال قن كفر الرجال درسنا قن كزيها اللفو يا روافض طريقة يا ليلة رأسنا عليا دا عمرنا أبو بكر لي بواس قدم بتشايب كاكم عمرنا أبو بكر بنفاقي متألترو كهريان ناتشو يميلو أبدانيو السحابوش عندي هناتشو أبدانيوشو كإسلام والطوال يالو يمينا قروا اللو مالتنا قلتنا እንዲህ እንደ አይነቶቹ ራሳቸው ሌላ አለፈ በለ ኢንሻአላህ ስለነሱ የሚሰጣውን ፍርድ እና ያለ ግን ይሄንን አውነታ ከተናገሩት ሰዎች መካከል አንዱ ማን ነው ቀደምካቸው አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ በል ተዋተረ ذلك عنه متواتر عنه የዚህ ህዝብ ሙስሊም ባላጆ አቡበከር ነው ስም ዑመር ነው የሚለው ከአሊ ራሱ የተረጋገጠ አውነታ ነው ሌላው ቢቀር ማለት ነው طيب من الال الشيخ ابن تيميه ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي ስለዚህ አንደኛ አቡበከር ሁለተኛ ዑመር ካሉ በኋላ ቀጥለው ሶስተኛ አድርገው የሚቆጥሩት ይثلثون ማለት يعدونه ثالثا ማለት ነው ሶስተኛ አድርገው የሚቆጥሩት ማን ነው ዑስማንን ويربعون بعلي يعني يعدونه رابعا አራተኛ አድርገው የሚቆጥሩት ደግሞ علي رضي الله عنهم اجمعين كما دلت عليه الاثار ከመልእክተኛውም ይሁን ከሌሎች ሰሃቦች የተወሩ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ማለት ነው قال وكما اجمعت الصحابه على تقديم عثمان في البيعه صحابوتهم يعني عثمان ببيعه بماسقدم عند تسمموت معناتنا من معناتنا عمر بن الخطاب لموت سيلو ودفيت مان خليفه انديهون انديوسنو 6 يشورى سوتش مرطوا نبر انانته شورى ادرغونا انداتون مرطوا كانانته اندايوطا بلواچو معناتنا قلتنا كذا يتوسنوت اني بقالو عبد الرحمن عف وطا يتوسنوت اني ملوطا قالونا ሶስተው ብቻ ቀረ ማለት ከአብድ الرحمن عفو በፊት ሌሎች ወጥተዋል ሶስት ቀሩ عثمان علينا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن عوف እኔ አልፈልግም ማለት ግን ከናንተ ከሁለታችሁ ተመርጦ የሚሾመው በፍትህ ሊፈርድ ሌላኛው ደግሞ ለዚህኛው ሊታዘዝ ቃል ግቡልኛልና ቃል አስገባቸው ማናቸው አሁን ሊመረጡ የነበሩት ዑስማንና አሊ ከዛ አብዱ الرحمن ابن عوف በዚህ ጊዜ ሰዎችን ሁሉ መጠየቅ ጀመረ የሰራዊት መሪዎችን ሰራዊት ውስጥ ያሉትን ተራው ተአድሮችን ማለት የሚዋጉትን ተዋጊዎች ማለት ነው
حتى سيتوتشن راسو أعرابوتشن يما يقبابات بوتا يقبا لجوتشن راسو متأيك جمر ماني شالا جوال هلوم ميلال بوهالا سوستكن انكلف سايزين لفجي لفجي مترشالي هلوم عثمان نمياس قدمو هونو أغنياتا كعثمان بفيت عند نمسو الشيب الإميلو هونو على أغنياتا جوم سلازي عثمان أس قدمو مالت تقبابا أن يهرئس بزيه ملكو شخص الأمقار اندي برار رأي الرقونا قار من دنو بتوصل ملكو وزقب تنستو بس لنبرنا يمان نايمان قد داي يا عثمان ناي علي قد داي سلا زمنا من قستاتشو سلا سلطاناتشو تككلاني نفايد اللم ببل جادر رجاء مالتنو ماني بلتاني ميلو لي توصل وزقب تنستو سلا نبرنا قل او نتاو اهون نتقسنو عثماني قد دمالنو كزاو هلا عليه قد دلالونو من على هنن وزقب بتوصل ملكو سياب ملاكت قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أهل السنة هنا السنة كتاي هنا قدمت لك أنت بزيه الأسداء بتوصل ملكو توزاق بونبر علي قدم له ويس عثمان بميل ولا مالتنا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أو بكرنا عمر كلهم بفيت يقدمون له هنا كتسمع بهالا قن يقتل ولا بتشانو يتوزاق بوث يا عثمان علي قد له أيهما أفضل بميله مالت عثمان ويس علي بميله ماني بلت الميلاد توزاق بهم بريال النزيف وزقبوش يعني باتلايو كتاوش ليه توستو ناغن يالن انا يهني هل بزو يبزو سووش يتكتولاتش وزقبوش هاللو ديني توستو نوتو سيتاقوم منالهم مؤلفو فقدم قوم عثمان وسكتو يتوستو سووش عثمان الناس قدمو كعلي عثماني بلت اللالو كذا وسكتو مالت من مالتنا عردتني علي لالو لمن اندي هالو قدم يتكس كلها شهون يا عبد الله بن عمر حريث تمركوزه ومالتنا الزالي كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان إلال وفي بعض الروايات فنقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان كذبوا هلا زمن النبر إلال ثم نترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم يتكرتون سعابوش جال من الناس أزرنا ما ولادر عندهم تواجهون النبر إلال إيه ما سرجع هنا لو كتب له ليلوت ما سرجعوا سلالون عثمان دمي قدمو كزا علي دمي قتلو مالتنا ما سرجعوا سلالون كعثمان بوهل علي عندهنو زم مالت أسفل جنم حديث وجن بس يانجزي صحابوتش يمياقط متأن يانبر كزا بنا دمو أديس وقت سجلت الله شيء أنا قرت أمر مالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوتي يالو بتوصلنا جزيات ينبرت شوكت زيد رس نبر كذا وهذا لما قتلوا علي إنه نسياكو علي عرضت يا مهون لي ياو مسكروا مالتنا اليوم أبزاني شو علم واجهن اللي خلاف الرسا يدربوتهم رسمان علي ناس ملك تو زكبت أنا استانجي علي كارت تانية درجة زك إن دم مايلو من موزك قبل لهم ملل ويسوس تانية عرضت يا ناتش وما نتاجون قال فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي ويمدكمو وإن الصورة تجوبها هونم ليلو تشم بهونم مالتنا لك من تيمية قدم دالوت أبزاني وشو يا سنة لكوش عند تسمموت أردتنيون علي عنده هنا قطرة تسمموا مالتنا قال وقدم قوم علي يتوسلون دموا علي بل تقللوا وهذا مروي في بعض العصور عن كثير من أهل الكوفة يكوفة علموات ببزات هنا أين فاقوا يعني سبركون عبر تبلون لكن أبو حنيفة هنا يمسا سلط بزاكا ينبرت هنا اللي ينبر إثلا يهلا تزقبوا تشالو يتدشالونا كستاتي تراقب أقن إن دعوزان يا أهل السنة عثمان إن الناس قدموا كذا علينا رتن يلون البرنا كسفيان الثوري هي نجار تورطال علينا ناس قدمنا البر ثورال جن كذيها قاموا إن تملسم للا زجبات الألفال المهم بكوفة كواب ينبرو علماء وشن اسم الكتو إنديم تقام كنا سوتن زبار قال مالتنا قال وقدم قوم عليا وقوم توقفوا يتوصلوا تدقموا من هذا الرجو زمالو الزيوست أنجبا عثمان ما نلب علي ما نلب يميل عينة أقوام يعني أن سبارك أو نبرانه قلني هي توسنا جزيلا ينبرا وزقبنا كذابوا هلاكن كم ولا قد ليه وزقب دبزاوت أفضل من إن القتل شكر سلامي هنسي أوسا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي يا أهل السنة أقوام قل عثمان بعلي لاي بماسك قدم لاي ركتوال بك أهل السنة ندروا يدلم
የዛሬዎቹ አህለ ሱና ማለት ዛሬ ማለት ሳይሆን በእምነተኛም ዘመን የነበሩት ብቻ ሳይሆን ከተወሰኑ ክፍለ ዘመናት በኋላ ከሶስተኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ያሉት አብዛኛዎቹ በዚህ ሁኔታ ላይ ተስማምተዋል። ስለዚህ ይሄ ራሱን የቻለ ማስረጃ ሆኗል ነው ግልጽ ነው። ለዚህ ነው الامام احمد በዚህ ድረስ ላይ አንድ ጊዜ ጥያቄ ሲቀርብላቸው الامام احمد እንግዲህ ያው ሳቸው ይድሩ علم ናቸው የሞቱት ራሱ 241ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ነው እና የተወሰኑ ሰዎች علي ከዑስማን ይበልጣል ይላሉ ሲባሉ እና ለዚህ ሰው ዑድር ይሰጣዋል ወይ ሲሉ ዛሬ አሉ አመልየውም አሉ ፈላ ዛሬ እንኳን ዑድር ሊሰጣ ይገባም ሚል አይነት አቋም አላቸው። አልሙሂም ከአልኢማም አህመድ የተወሩት ዘገባዎች ብዙ ናቸው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዑድር ይሰጣሉ፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዑድር አይሰጡም ማለት ነው። ግን ሼክ ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ይህን ርዕስ ምን አይነት ርዕስ አድርጎ ነው የቆጠረው? በዚህ ርዕስ ላይ አንድ ሰው አብዛኛዎቹ አህለ ሱና የመረጡትን አቋም ተቃርኖ በሆኑ ማስረጃዎች ላይ ተመርኩዞ ከዑስማን ዓሊ ይበልጣሉ ቢል በዚህ የተነሳ ከሱና የወጣ ተደርጎ የሚፈረድ አይሆንም የሚለውን አቋም ያንጸባርቃል። ምን አሉ ሼክ ልስላም? قال وان كانت هذه المساله مساله عثمان وعلي ليست من الاصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنه منهم انكم قالوا يتي مساله يتي رئس قداي ويم نؤس قداي مالتي متنيا قداي عثماننا وعليين قداي بتشا بتملكه مالك مساله عثمان وعلي يميلوا هي بدلنا بدل الكل ليست من الاصول التي يضلل المخالف فيها مالت ይህንን ጣሰ ወይም ልጠረረ ሰው ከሱና እንደወጣ ተፈርዶ እንደ ጠማማ የሚቆጠርበት ርዕሰ ጉዳይ አይደለም፣ ዋና መሰረት አይደለም ማለት ኺላፍ ስላለው ማለት ነው። አለይን ያስቀደሙትም የተወሰኑ መነሻ ስላላቸው ማለት ነው። لكن ሁሉም ዘንድ አይደለም። قال عند جمهور اهل السنه عند جمهور اهل السنه አብዛኞቹ اهل السنه ዘንድ ይህንን የተጠረረን ሰው ምናልባት ስህተት ብለው ሊቆጥሩት ይችላሉ። አንድ ቦታ ኢማም አህመድ ስለዚህ አይነት ጉዳይ ተጠይቀው ስለመልሱ ሲጠየቁ ከማ في السنه لابي بكر الخلال ምላሽ ከሰጡ በኋላ ይሄን አይነት አቋም የሚያንጸባርቅ ነው። علي የሚያስቀደመን ሰው ቢድዓ ሰው አድርገን እንቆርጥራለን ወይ ሲሏቸው ምን አሉ? قال اخراج الناس من السنه شديد قال ሰዎችን ከሱና ማስወጣት ከባድ ነው አሉ። ቀላል አይደለም ሰዎችን እንዲሁ በሱና ጉዳይ ላይ ከወጣቸዋል ማለት ነው። ያ ከመሆኑ ጋር ግን ይህ አቋም ትክክል አይደለም። علي ማስቀደም ትክክል አይደለም እኮ ኢጅቲሃድ የተደረገበት ርዕስ ነው ለማለት ነው እንጂ ከማስረዳዎች አንጻር ዑስማን እንደሚቀድሙ ምንም ጥርጥር የለው ግልጽ ነው። ለዚህ ነው ሼክ ኢስላም የጠቀሱት እንደሌላ አስተውል ሰሐቦች በአጠቃላይ ቅድሚያ ሰጥተው ለኸሊፋነት የመረጡት ከዓሊ በፊት ማንን ነው? ዑስማንን ነው። ይሄ ራሱን የቻለ በቂ ማስረጃ ስለሆነ የተወሰኑ ሰለፎች አንድ የሚሉት አባባል ነበረ። ለምሳሌ አዩብ ኢብኑ አቢ ተሚማ አስኽቲያኒ الامام احمد ان ليلوچም ተመሳሳይ ነገራለች። ምን ይላሉ? من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار ይላሉ። علي كعثمان ያስቀደመ مهاجሮችንና አንሳሮችን አናንቋል ወደ ደም ጠላ በቀጣዩ መጽዋዕል አላሰበውም ቢሆን ግን مهاجሮችንና አንሳሮችን ሁሉ አመለካከታቸውን ማጣጣል እንደመናቅ ነው። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁሉ ተስማምተው ዑስማን ብለው ሁሉም አንድ ላይ ሙባይዓ አድርገውለት ሳለ እነሱ አስቀድመውት ሳለ እንዴት ወደ ኋላ ትላለህ ማለት ነው? ምን ሊባል ይችላል? አይ እነሱ ካስቀደሙት ለመሪነት ነው እንጂ በደረጃ አይደለም ሊባል ይችላል አይደል? በደረጃ አይደለም ሊባል ይችላል። ነገር ግን في الحقيقه እነሱ በኸሊፋ ስልጣን ዙሪያ ለመሪነት ቅድሚያ የሚሰጡት በዲንም በላጭ ሆነውን ሰው ነበር አይደል? ቀደም እንዳልኩት አቡበክርን አስመልክቶ መልእክተኛችን ለዱንያ ለዲናችን የመረጠልህ አንተን ከሆነ ለዱንያችን መርጠህ ለኔ ነው ነበር። አላህን የሚፈራ አላህ ዘንድ ብልጫ ያለው ሰው ደግሞ ሁሌ አላህ ይወፍቀዋል። ወጣቻል። ስለዚህ ለዲናችን ብለን ቅድሚያ የሰጠንህ ከሆንክ ሲሉ ሰሃቦች አቋማቸው ይሄ እንደሆነ ያሳያል፣ ብልጫውንም እንደሚያምኑ ያሳያል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የነሱ የደረጃ ወይም የብልጫ ቅደም ተከተል ልክ እንደ ኺላፋቸው ነው። ኺላፋ የኺላፋ ስልጣናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ኸሊፋ የሆኑት አቡበክር፣ ቀጥሎ ዑመር፣ ቀጥሎ ዑስማን፣ ቀጥሎ ዓሊ አይደል? ደረጃቸውም እንደዚህ ነው ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ መልኩ አመቻችቷቸዋል። ይሄ አላህ ቀደር ነው።
كما قال القحطاني في نونيته: سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان إلى له. بزيه ملك الله خلافون انديه كدام تكتلوا نطبقوا بقدروا يستكاكلوا جيتا تراتي تقبانوا إلى له مالسنا. طيب قال: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. النزهن أردت بتملكتا أو ذكرنا عمر لي من ما ينتهز قبلنا الناس تناكد مادل رثماننا علي لي أهون مستناكد بين وربتم ستات بهونم قن دنبر الفن ويمدمو بتعمك كابدن انديه على سوما ما علي ني أسكدمك سنة وطالب لن أبواران نابون انديه نعم يلوث انجدي شخص أمتهم يا مالتنا قن بتعم إما نتشلو إما نقاقام خلافية تنياونا بخلافة وراسو بسلطان زمن منقست يهولونم سلطان تككلنيا بشريعي تدقف سلطان لهنا ما من يسفل لك كدام تكتلات شون بزيا ملكو ما سلك يسفل لك يخلافون مالتنا كفضل وج ويمدامو كدين بالجاتشو باشاك يهين يعنى اسمه لكتمنا التي يضلل المخالف فيها بزيه لي يتسعرر ضلال وستندال تما تستندال لي ميفرد بات مالتنا مسألة الخلافة عنه. قال: وذلك أنهم يؤمنون أهل السنة مالتنا أهل السنة سلام يأمنون بلون ذلك بلو تعليلا لم يقربوا مكنياتهم إيه ونبث مكنيات أهل السنة من يأمنالو أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر كما لتنبوها لا خليفة ومن نبر أبو بكر كتلوس ثم عمر كتلو عمر نبر ثم عثمان كتلو عثمان نبر يا لمن مزقب ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين كتلو دمو علي نبر بزيه لاي وزقب لاستناقد أيشلم وزقب كتستناقد ببزات كشيعاوج يمدى ويبنس وتسألون سريع اللسو يمي استناقد وزقبنا ميهانا ما لسو. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. كنزيه أردت صحابوج خلافة سلطان عندنم ينور وين بتكل سلطان النبرم بلو ياتات على سو يه كبيت سوى أهي يبلت يتأممانو. هذه عبارة منقول عن الإمام أحمد. طبعا ابن تيمية هن كالإمام أحمد يوصلوا قالت عنه استاتيوناتيو النزيالوت من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. إيه بعرب زندة لما دا قالت عنه بتأم من مماك تما تسئت زفك أسون ويمدمو قنزابي لله ونسو لما قلت يميسنا الزروت زي بيابي قالت عنه أضل من حمار أهله. إيه تماما سلموهن منم ودوها لأن المالات بزي قد إليه من ما ننقر أكرم مالتنا. طيب سلازي بزيه رأس لي وزقبان ناستنا قدم وزقبانم يمياستنا قدو سووتشن أسمى الكثير من نوران أقوام كاللال أيهوانم يخلاف رأس عيد اللمنا تقبب. طيب